يعني أنا بجد مبسوط بجد لأنها من مصر ومن مؤسسة كبيرة زي دير جست. والأحلى إن هو تصويت من الجمهور، مش يلا كده وخلاص. فمؤسسة بحترمها وبحترم كل اختياراتها، فأنا في سعادة كبيرة. الجديد لعصام كاريكا الفترة اللي جاية؟ الجديد بعمل مسلسلات في رمضان، موسيقى طبعا، بعمل ألحان الفترة دي راغب علامة ولطيفة ورامي عياش ومحمود الليسي وبوس، يعني شلة كبيرة من المطربين. وبقول ربنا يوفقني، أنا مركز في الألحان الفترة ديت. وعندي المسلسلين بتاع رمضان لمحمد هنيدي والأستاذ سمير غانم.